دائما حاضرين في القضايا الحقوقيه وفي اللفات الحقوقيه. قدم الكثير في جلسه في المصالحه، تحمل مسؤوليه المندوبيه وكان في مستوى كبير جدا. وفي ملفات اخرى كان رجل حقوقي بامتياز، كان رجل دوله بامتياز. اشتغلت معه وبجانبه واشتغل بجانبي لسنتين، كان في مستوى كبير لا من الناحيه الانسانيه ولا من الناحيه الوظيفيه. رحمه الله من القلائل الذين مشاعرهم تجاه الوطن تكمن في عملهم اليومي. المغرب يفقد اليوم احد رجالاته الكبار، سي شوقي بن يوب رحمة الله عليه. كافح وناضل طوال حياته بكثير من التواضع، لكن بكثير من المثابرة والجدية والاقتناع بمبادئ راسخة، مبادئ تؤطرها ثقافة حقوق الإنسان، مبادئ تؤطرها أو يؤطرها الاطلاع إلى مجتمع تسوده فعلا عدالة وسيادة القانون على كافة المستويات. رجل عرف كيف يقرب وجهة النظر على مختلف المستويات من أجل أن تتقدم بلادنا على طريق بناء الديمقراطية الحقة، وعلى طريق اجتياز فترة والدخول إلى فترة أرقى. وكان من الرجالات الذين ساهموا بقسط كبير وبتواضع إلى جانب تلة من المناضلات من المناضلين من المناضلات والمناضلين، منهم من قد أنحباه ومنهم من ينتظر. عمل من خلال ذلك ومن مواقعه المختلفة، سواء كانت نضالية صرفة أو على مستوى هيئات حقوقية أو في نهاية حياته على مستوى المندوبية المكلفة بحقوق الإنسان، المندوبية الوزارية. هو يغادرنا اليوم ونشعر بحزن كبير، لأننا نفقد رجل كان ينتمي إلى كبار المدافعين عن ثقافة حقوق الإنسان رحمة الله عليه. لا تنسوش تتابعونا في قناة اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصية الجرس باش يوصلكم كل جديد. ديروا شير الفيديو وبارتجوا الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.